سمر، غيرتنا على الدراما السورية وواجبنا كأعلام نقل أكيد كل الصورة للموسم يلي مرق برمضان المبارك. هل زخم بالمسلسلات رغم غياب بعض المسلسلات أيضا عن التصوير والاعتذار؟ يعني نهايات أحيانا من نحن منعول عليها ولكن قد تكون محبطة مثل ما شاهدنا ببعض الأعمال. عنصر التشويق كان طيلة الحلقات ولكن نوصل للنهاية أحيانا بنقول أنه هذا النهاية لا تتناسب مع التقديم اللي تم خلال الحلقات السابقة. نحن ما رح نحكي بالمطلق، رح نترك أكيد النقد للشارع ولمواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي يلي طبعا تداولت أخبار وحكت أخبار عن الدراما، غياب أبطال وظهور أبطال، وجوه جديدة وأعمال ومنصات أيضا إلكترونية، زخم بالأعمال البيئة الشامية، استحسان البعض وانتقاد البعض الآخر. هالتفاصيل وهالمواضيع رح نحكي عنها مع ضيفنا وزميلنا الإعلامي والناقد ملهم الصالح. يسعد صباحك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير سالم. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وكل سنة وأنت سالم أكيد. وأنت سالمة سمار، وإن شاء الله جميع مشاهدي الإخبارية السورية بخير وسلامة. بالبداية مثل ما حكينا نهاية الأعمال الدرامية، برأيك شو حملت للجمهور؟ هل هي كانت صادمة؟ هل هي كانت مثل التوقعات ولا خابت توقعات الجمهور برأيك؟ وفينا نذكر أسامي المسلسلات، أسماء المسلسلات، وفيك تحكي عليهم بأريحية أكيد. تمام. هلأ نحن مع التسعينات سمر صار في شيء غير مسبوق تحديدا بالتلفزيون، بعالم التلفزيون، وهو دخول الفضائيات. الفضائيات صار في اذا منابر هي بحاجة مواد تلفزيونية لعرضها، ومن هنا اتى ما يسمى، ما يمكن ان يطلق عليه، الفورة الدرامية. من وقتها صرنا نعرف انه في سلة درامية رمضانية، وهذا الزخم اللي بتشارك فيه اغلب الدول العربية، وحققت يعني على مدى سنوات طويلة الدراما السورية تقدم واضح في المجال، حتى لدرجة انه باتت طبق درامي اساسي في معظم القنوات الفضائية الهامة العربية. هي السنة الحقيقة نحن طبعا مع الإخبارية ترافقنا عبر صباحنا أكيد. غير بأكثر من لقاء لنضوي على هي السلة، وكنا بغاية من التعاطف اللي هو نحن عم ننتظر انه نشوف هي الأعمال، وما عم نحاول نعطي عنا أي انطباع لكي لا يشكل عائق للمشاهد انه يتابع. لكن اليوم نحن بعتقد انه نحن مرتاحين اكثر بعد ما انتهت هي الاعمال، وبنقدر انه نناقشها على سبيل المناقشه، لانه من حقنا اكيد نحن بعد ما عطينا كل هالوقت لهي الاعمال انه نناقشها، وهو ليس حكم مطلق وانما نقول ارائنا فيها. الحقيقه السله الدراميه الدراميه السوريه لرمضان 2021 سله جاءت مخيبه للامال، سلة غير مدروسة، غير متكاملة، غير مبرمجة، وكل ما نقوله له دفعاته، يعني له في معلومات بتأكد أو إشارات بتأكد ما نقوله، هذا ليس يعني بس مجرد من نافل القول. بمعنى آخر أنه اليوم أنا الشارع السوري، أو حتى إذا قلت أنا عم بنتج للشارع العربي، شارع مأزوم وشارع عنده كتير تحديات. طيب كيف السلة الرمضانية الدرامية السورية بتغيب عنا الكوميديا؟ تمام، ما بيصير. كيف بتغيب عن الكوميديا؟ فهذا عمل، اذا هذا الموضوع بياكد على انه السله الدراميه السوريه ليس هناك من يتقفى، ليس هناك من يحاول ان يدرس، ليس هناك من يحاول انه يشوف هي السله الدراميه السوريه شو الفجوه اللي عم يكون فيها لروح انا كملها. تمام. اثنين، مثلا بنلاحظ انه اغلب الانتاج الخاص التلفزيوني عم يروح على الاعمال الدراميه. طيب اذا انت كان في عندك حصار على اعمالك الدراميه في منتجات تلفزيونيه انت فيك تنافس فيها، لان ما انا موجوده بكثره بالوطن العربي. مثلا الفوازير اليوم انت
نادر جدا لتلاقي فوازير. اليوم انت ما بتشوفي في كاميرا خفيه، اليوم مثلا برامج الحوارات بنلاقي الكاميرا الخفيه مقتبسه من الانترنت للاسف، للاسف الشديد. يعني هذا اللي كنت انا عم اقوله. طيب نحن عندنا نجوم كاميرا خفيه موجودين بسوريا قاعدين لا شغله ولا عمله. انا على الاقل ضمن دائرتي بعرف اكثر من 4 برامج كاميرا خفيه منتجه ولكن ما عم تنعرض، يعني ما عم تنباع، في عندهم عسرة او ما الى ذلك. فانا اللي كنت عم اقول عليه هذا التنوع. برامج اطفال اليوم نحن ما عم نشوف بالسله الرمضانيه ولا برنامج موجه للطفل السوري. طيب ليش؟ يعني طيب ليش نحن كلنا عم نروح على الدراما؟ مشان نتنافس اكثر، مشان اللي بده يشتري الدراما يعني يحتكرنا اكثر او يمارس البورصه علينا اكثر. فبالتالي من هون هي النقطه الاساسيه اللي بدنا ننطلق منها. هلا المبدا السباق الرمضاني للأسف أنا عم حس ما حدا من المنتجين من شركات الإنتاج عم يفهم آليته. أنت اليوم لما عم تفوت بمنافسة مع 100 مسلسل عربي غير لما بيكون خارج موسم رمضان الشاشة فاضية لك، ما عندك منافسات. فبالتالي الإيقاع البطيء، أنت لما بدك تبلش بإيقاع بطيء بأول حلقة وتاني حلقة، هذا من شأنه أنه يخلي المتلقي مباشرة يتحول إلى أعمال تانية. بده يلحق، بيقول لك أنا بأول حلقة تاني حلقة يا ببقى على المسلسل يا، يعني أول أسبوع هي أكثر أسبوع بيكون فيه تنقلات من المشاهدين عبر الأعمال مشان يلحقوها. وبالتالي أنت من هون سواء من النص إلى الإنتاج إلى الإخراج وإلى الأداء بدك تكون من البداية إيقاعك جدا مرتفع، بدك تفوت بطريقة جدا فيها إثارة، فيها تشويق، في اللي حتى تلقط المتلقي. تماما. النقطة الثانية، عم يطمئن البعض انه انا اذا حققت التقطت المتلقي بالبداية ومشيت صح بالوسط انه النهاية كيف ما اجيت خلص تحصيل حاصل انه انا مسلسلي نجح. نعم. عم ينسوا انه في تجارب سورية، انا عم بحكي يعني ضمن واقعنا مشان تكون الامثلة قريبة، في تجارب سورية كانت على مدى 29 حلقة عم تحقق نسب مشاهدة عالية سالي، لكن آخر حلقة انقلب الجمهور 100%. ومن مضطر احيانا كتاب العمل لانهم يختفوا عن السوشيال ميديا واحيانا المخرجين، وهي اعمال سوريه ممكن نذكرها بالاسم، بس يعني انا عم فضل ما نذكر مشان ما نجرح. هي يعني ما انا عمليه ترجيح استاذ منهم بقدر بس هذا ما هي الموسم. لا هذا الموسم بدنا نذكر. يعني هلا انا مثلا على سبيل المثال انا مع من ذهب وقالوا ارائهم وكنا كلياتنا مندفعين ومشجعين على صفيح ساخن، لكن الحلقه 31 الحقيقة تمام، الحقيقة لا ما كانت بمستوى العمل، مع كل الحب والتقدير لكافة أكيد. أسرة العمل، للإنتاج جولدن لاين، للإخراج ليامن حجلي وعلي وجيه. نعم. يعني الكل الحقيقة كان أداء رائع وكان خلاب. صديقنا ملهم كان في نجوم ونحن منوجه لهم تحية، سلوم حداد، باسم ياخور، وولادة نجوم أيضا. وولادة نجوم، وولادة نجوم الحقيقة. يعني نحن عن جد تابعنا بشغف صدقا، كان عمل جدا رائع. مشان ما يقولوا نحن عم نحكي النقطة السلبية، حكينا كتير إيجابي على مدار الثلاثين إيجابي، عنا نقد واحد على الواحد وثلاثين. نتمنى حضرتك شو شفت فيه؟ يعني مثل ما انا شفت، مثل ما غيري حكى، هذا الحكي مو مني ولا من الاستاذ ملهم، هذا الحكي نحن عم نتابع ردود الفعل على السوشيال ميديا، واكيد صناع العمل اكيد كمان عم يتابعوا وما الى ذلك. هلا هي النهايات الحقيقه اللي عم تكون سهله، اللي عم تكون فيها احيانا ربما سرعه، يعني ما بعرف انا عم حاول لاقي سبب، لانه ما معقول الصياغه الحرفيه اللي قدرت تصيغ 30 حلقه يعني تفلت منا الحلقة المهمة. ولكن خلينا نأكد لكل يعني من يدخل في دائرة إنتاج الأعمال الدرامية، يا جماعة النهاية من العناصر الهامة جدا للعمل الدرامي، ويمكن لحلقة النهاية وحيدة أن تقلب الموازين كلها. ويعني إذا كان كل الجمهور متعاطف مع العمل، ممكن الجمهور نتيجة الحلقة الأخيرة يلفظ العمل وينزعج ويشعر أنه هو استغبي على مدى موسم كامل وضيع وقته يعني هباء أنه تابع وأنه هيك بدها تكون النهاية. فنهاية إذن الحقيقة بدها عناية، بدها رعاية أكثر. وانا ما بالضروره اعمل 31، يعني كان ممكن اعمل 30، ليش بدي اعمل 31؟ تمام. في نقاط مثلا بالمسلسل نحن ما بدنا، يعني خلينا بس نمرح السله كامله مشان ما نهي. ولكن رد برجع بقول اليوم انا هذا الكلام مسؤول عنه الصحافه العربيه،
والصحافة السورية كلها الحقيقة تعاطفت مع هذا العمل وانحازت له ومالت له وأشادت به وبما قدموا الحقيقة. ولكن النهاية عم نلتقط ما زال، لأنه نحن يعني أنت بتعرفي امبارح تقريبا انتهى العمل، فعم نحاول نلتقط الأصداء الطازجة يعني، ولكن ما كانت الحقيقة سارة. إيه ما كان يعني ما كانوا الناس راضيين خلينا نقول. وأنا بعتقد إنه هذا الانطباع الفيدباك أكيد بهم أسرة العمل كاملة لحتى إن شاء الله تتجاوزوا بمراحل أخرى إن شاء الله. طيب حكينا على صفيح ساخن، خلينا نحكي عن مسلسل سوري. الشارع السوري حبه، كانت الأصداء حلوة يعني من بدايته لحد آخر حلقة، الحلقة الأخيرة. برأيك شو هو، شو هي معايير نجاح أو فشل أي عمل درامي برأيك؟ هلا للأسف أنا حكيت يمكن بالبداية إنه العمل الدرامي الوحيد اللي ممكن نحن نقول لمس الشارع السوري والشارع العربي على قدر سواء كان هو صفيح ساخن. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أعمال جيدة، كان هناك أعمال جيدة لكنها لا تخص الشارع السوري، لم تعد باهتمام الشارع السوري. سمر نحن اليوم بالإعلام في نظرية هامة جدا أغلب بحوث الإعلام بتعتمدها، هي بتتسمى نظرية الاحتياجات أو نظرية الإشباع والاحتياج. أي متلقي اليوم لما بده يتابعك بده يتابع أي برنامج تلفزيوني بده هذا البرنامج يحقق له إشباع عاطفي يعني بمعنى المشاعر ومعرفي، وبده يحقق له نتيجة أيضا إشباع لدوافعه، هو عنده دوافع عنده رغبات، فهذا البرنامج اللي أنا عم تابعه بده يحقق لي هاي النقاط، وإلا رأسا بتحول عنه لبرنامج آخر يحقق لي هذه المطلب. اليوم نحن قلنا ببداية رمضان، أول يوم رمضان أنا كمان تشرفت وكان إطلالتي مع صباحنا غير، وقلنا فيه إنه واضح من السلة الدرامية السورية اللي هي 12 عمل ومنها 5 أعمال بيئة شامية أنه معناتها المنتج السوري اليوم يركز على أو يراهن على أعمال البيئة الشامية، وبالتالي أعمال البيئة الشامية اللي هو ما عاد يلتفت للشارع السوري معناتها إذا الدراما السورية ما عاد عم تهتم بالمشاهد السوري، هي عم تروح للمشاهد العربي. هذا الحكي أنا بقدر أفهمه اقتصاديا، وبقدر أفهم إنه المنتج بده عم ينتج منتج لحتى المتلقي يشد المتلقي العربي. لكن اليوم أنت لما بتقدم عمل لا بتشد فيه لا الشارع السوري ولا الشارع العربي، مشكلة معناتها في مشكلة. فأعمال البيئة الدرامية يعني البيئة الشامية ليش عم تتوالد بكسرة، رغم إنه هي عم تكون كليات اليوم الصحافة العربية. رد برجع أنا قبل هي الإطلالة مشان نكون كل كلامنا يعني ضمن الحصافة ما نتجنى، أنا اليوم قريت لعدد من الأقلام العربية شو كاتبين عن الأعمال البيئة الشامية، إنه كلياتها يعني مكرورة وكلياتها الحقيقة عم تكرر مواضيعها، وإنه مثلا في أعمال وعدت إنها ستكون مختلفة تماماً. ولم تكن مختلفة صحيح. وما صحيح. إلى ذلك. فبالتالي يعني أنا هذا النقطة اللي كنت عم أقولها يمكن ببساطة إنه التحول. السؤال الثاني، طيب ليش نحن عم نقصر الدراما السورية؟ بتحسيها إنه مختصرة فقط على دمشق؟ يعني سوريا ليست دمشق فقط تمام، وكانت الدراما السورية تذهب إلى حلب، تذهب إلى الساحل السوري. يعني هلأ مثلا نحن لما بدنا نحكي عن ضيعة ضايعة، لما بدنا نحكي عن الخربة، لما بدنا نحكي كل بيئات محببة كانت إلى السوريين أو إلى العرب. طيب ليش نحن ما عم نطلع من هي الجغرافيا، حاصرين حالنا فقط؟ وبالتالي بالضرورة بده يتكرر الموضوع. أما أنت اليوم لما بتطلع بترصد مثلا لنفترض عمل بيحكي عن البيئة الديرية، بيحكي عن البيئة الساحلية، عن المنطقة الوسطى، بيحكي، فبالتالي هذا التنوع والغنى. نعم. سوريا ما أنا محصورة فقط بمنطقة معينة لحتى نحصر كل الدراما في منطقة معينة. أنا ماني ضد، ولكن أنا يعني أنا ضد أنك أنت تحصرني فقط بموضوع واحد أو بمنطقة واحدة. سوريا أرحب وأغنى وأوسع. يعني نحن دائما من غيرتنا بنرجع بنقول على الدراما السورية، دائما نحكي بدنا نعالج، بدنا نشوف وين نقاط الضعف. هل غياب الوجوه أو بعض الوجوه الكبيرة يعني عن الدراما، أو أحيانا منقول النص غياب الكتاب يلي نحن مثلا متعودين عليهم، هل هو كان سبب شوي
طبعا مع حفظ الألقاب ومع التقدير والاحترام لجميع الكتاب، بس نحن عم نفتقد شغلات قديمة شوي. أحيانا منحن للماضي. نعم. هلا كنا عم نحن للماضي. نعم. بليالي الصالحية وبأيام شامية. نعم. عن جد ما عم نحن للماضي يعني. نعم. كان ممتعة، ولكن هل شو السبب؟ بدنا نعرف وين شو السبب. في سبب معين؟ يعني هو الحقيقة النقاط اللي أشرتي لها مجموعة هي بتحرك المواجع سالي. يعني بداية الدراما السورية في ظاهرة غريبة جدا غير مسبوقة، هو في استسهال يعني غريب من نوعه في التعاطي مع المشاريع الدرامية، لدرجة أنه عم يفقد هذه الصناعة حصانتها من الدخلاء. اليوم أنت عم تلاقي في دخلاء على هي الصناعة، يعني المهرة والصناع الخبرات وكلها قاعدة على جنب، وبتلاقي في دخلاء هن اللي قاعدين عم يتحركوا عم يحركوا مفاصل هي الصناعة. وبالتالي هذا التراجع، يعني هي الصناعة ما بعرف أنا اليوم كيف بدي أقول إنه هل هي بحاجة لحماية؟ الحقيقة الحماية الوحيدة اللي ثبتت يعني حسب تاريخ البشرية كله هو الوعي. طيب أنت كمنتج اليوم لما بتعرف إنه في، يعني نحن خلينا بس نضرب مثال على الأندية الرياضية، انت اليوم بتلاقي رونالدو ولا بتلاقي ميسي بيغيب عن موسم رياضي واحد. طيب نحن اليوم كيف في عنا نجوم غيابه دراما؟ على فكره غيابه صعب يعني بيكون. هذا اللي كنت عم اقول انا، يعني كيف في عنا نجوم دراما اليوم قاعده مثلا عم تغيب عن الموسم؟ يعني اليوم هذا الموسم بشكل عوده لايمن زيدان بعد غيبه 6 سنين، هل هذا مقبول مثلا؟ يعني انا اليوم شلون بمر مثلا كذا سنه ما بلاقي في عمل لحسن ميم يوسف، لحسن سامي يوسف، لعنود الخالد، يعني في كتاب يعذروني انا ما عم يحضرني كل الاسماء بهي اللحظه، بس في كتاب مهمين. طيب هدول ليش ما عم يستدعوا لحتى على الاقل اذا ما بدهم يكتبوا، اذا ما كلفوا بس بالاشراف، الاشراف يعني معالجه دراميه. بتعرفي انه بالسله الدراميه السوريه، بس مشان ننصف ان شاء الله هي الجمله، يعني تنصف من شعر انه كلامنا يعني في شيء من الظلم، بعض الاعمال الدراميه كان ممكن ان تكون ناجحه جدا فقط لو انتبهت اسره العمل الى انه هي بحاجه لمعالجه دراميه. يعني كان النص كحتوته جيد، ولكن انت كيف بدك تعالجه دراميا وتقدمه كطبق؟ يعني هلا الطبخه جيده، طيب كيف انا بدي اسكبها وكيف بدي اقدمها؟ تمام، هون في طريقه، هي بتتسمى المعالجه الدراميه. ممكن هن البذخ المادي اللي عم يصير بالدراما. تمام، يعني انت بتشوفي هذا الشيء انه بده ينجح العمل الدرامي، بس هذا الشيء اكيد مو صح. يعني مثلا خلينا نسمي معلش الامور بمسمياتها، كان الشارع السوري معول جدا 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 على عمل الكندوش. طبعا، والعمل الكندوش بعتقد يمكن ما في انسان بيقدر يقول انه هذا العمل ما كان فيه بذخ يعني وكرم. إيه يعني كان واضح انه في انتاج كريم، في انتاج بازخ، انه بدنا عمل مهم، وتصدى له نجوم مهمين وتصدى له، طيب وكتب النص حسام تحسين بيك وما الى ذلك. طيب هذا العمل بس اليوم ما في اي نوع من انواع الرضا من الشارع السوري. استاذ ملهم، مشان ما يتداركنا الوقت، في سؤال كثير مهم بدنا نعرفه ايضا. الفن هو رساله والمسلسل هو مجموعه رسائل متكامله بدنا نوصلها للمتلقي. هل ايضا التجاره بالموضوع اللي صارت انه نحن بس بدنا نعمل اعمال كثير باشاميه لنحن نبيعها، لاقت استحسان من مثلا من شيء معين بدنا نبيع، هل صفى الشيء التجاري ايضا وهو عم يضعف الماده؟ يعني بس همنا تجاري اكثر ما انه همنا هو يعني تماما قيم نبسط الناس نشوق العالم. هلا الدراما هي بالتاكيد كلها نوع من انواع أكيد. الفنون، ولكن بس. ولكن الدراما يعني يمكن ان توصف اكثر من غيرها بانها عمليه صداميه. كيف يعني؟ يعني هي بتحرض الانسان او المشاهد على نفسه، بتحرضه على واقعه، بتخليه يرجع يعيد بالتفكير، يشوف حاله وين هو عم يغلط، وين هو كان فيه ممكن يتطور. انت اليوم لما عم تشوفي مثلا اعمال هي بتمسك من اعمال الواقع فرضا اذا قلنا او اجتماعيه، انت عم تشوفي حالك فيها، انت عم تنفري منها لما عم تشوفي هي عم تغيبك. هلا لا شك انه في اعمال عم تغيب المجتمع وعم تغيب ملامحه وعم تزيف بصورته انحيازا لمتطلبات السوق. هذا الموضوع انت عم يخليك اولا تعمل منتج الحقيقه رديء، ثانيا انه الشارع عم ينفض من حولك.
وهذا الموضوع اللي نحن عم نفقده الحقيقة. وبالتالي مثل ما قلت لك أنا ممكن حقق ربح، يعني هلأ نحن فينا نقول أنه مثلا شركة جولدن لاين على صفيح ساخن ما حققت ربح؟ أكيد حققت ربح. طيب يعني طيب اذا الموضوع انا بالعكس، لانه انا بدي احقق ربح لازم ادور على جوده المنتج. النقطه اللي انت كنتي عم تحكي عليها من شوي، موضوع النص، موضوع يعني مشكله النص بالدراما السوريه موضوع ازلي. هل شفنا طيب جهه من الجهات، ما بالضروره جهه تكون جهه حكوميه، طيب هي الدراما اغلب اللي عم يقوم فيها هي شركات خاصه، طيب هل تكاتفت هذه الشركات او شركه واحده؟ نحن نذكر انه الانتاج السوريه هي متخصصه لافلام الجيش العربي السوري، يعني غيابها كان بسبب انشغالها بمسلسلات وافلام قصيره تمس الجيش العربي السوري، وهذا اقل واجب نحن فينا نقدمه. بس عشان ما يقولوا ليش ما انتم، نحن كان كلنا متوجهين. قصدك المؤسسه العامه الانتاج الاذاعي والتلفزيوني؟ هلا كان هو عنده عملين هي السنه تماما برمضان. لا هيك تمام، ولكن نحن بدنا نقول بس دعوه كمثال، خلينا نشوف هلا بعد يومين ثلاثه سينطلق عمل مهم جدا، على الاقل اهميته تكمن في انه سيتناول مجمل الجغرافيا السوريه، في اقمار، في ليل الحارك للقدير نجدة انزور. يعني انا عم اقول هذا العمل انا ما عم بطلق حكم مسبق عليه، ولكن عم اقول على الاقل انا كثير ارتحت نفسيا لما عرفت انه كل ثلاثيه مخصصه لمنطقه او لجغرافيا من الجغرافيا السوريه. انا ليش عم بحصر يعني كنا اللي عم نحكي عليه، طيب انا اللي كنت بدي اقوله اليوم، بدات الدراما السوريه يعني يمكن تتلمس من الدراما العربية الأخرى، أنه اليوم يمكن كاتب واحد صار صعب أنه يقدم عمل 30 حلقة، فصاروا عم يعملوا ورش عمل. هلأ اليوم إذا أخذنا صفيح ساخن كتجربة جيدة منلاقي فيه شراكة، إذا أخذنا مثلا مسلسل اللي ما لحق هاي السنة مقابلة مع السيد آدم أيضا منلاقي فيه شراكة بالكتابة. يعني أنت برأيك حلوة الشراكة بكل شيء لينجح أي عمل؟ بدنا كلمة أخيرة كناقد وأعلامي ملهم الصالح لكل حدا عم يتابعنا، لكل يلي أخرجوا هاي الأعمال الدرامية السورية اللي بشهر رمضان المبارك، شو بحتوجه لهم آخر كلمة برأيك؟ هلأ أنا بالتأكيد أنا مع أي عمل يعني أو مسعى إنتاجي، أنا بعرف أن الظروف كتير صعبة، ولكن صعوبة الظروف تقتضي أن لا نخفض في جودة المنتج، بل أن يكون المنتج الحقيقة عالي. يعني أنا اليوم لما بتطلع على السلة الرمضانية الدرامية وبعرف أنه هي ما انباعت كل الأعمال، ما بقدر لوم لأنه ما في كان أعمال الحقيقة تستحق أنه والله بقول لا الحمد لله اللي ما كتير ناس كتار. ولازم أنا نبه صناع الدراما السورية انه مهما نحن تعاطفنا معهم بس في سوق عربيه وفي درامات اخرى سبقتها باشواق، وفي مشاهد ذكي جدا، حتى شرس صار المشاهد يعني ما عاد صار طويل بال، صار راسا. اليوم الدراما اللبنانيه عم تحقق تميز جدا وتقدم هذا الموسم 20 21 قولا واحدا السبق في المرتبه الاولى لمصر. هلا الثانيه الثالثه بدك تتركيهم فاضيين هيك، بعدين بتجي اللبنانيه، بعدين انا السوريه ما راح اقول انا وين بتجي السوريه، ولكن نحن السوريه بقلوبنا وقلبك وقلب كل واحد فينا ومن غيرتنا بنرجع بنقول ان شاء الله هالجلسه اللي كنت فيها انا وياك وسمار تكون هيك جلسه لنحكي وجعنا، لنقدر نحن نحسن دائما. النقد هو للبناء دائما. انا بس في جمله صغيره مشان بحس فضل. دائما من حقي انا مثلا بزعل اليوم لما بلاقي مشروع بناء جدا وانا مسؤول عن كلامي، كان تقريبا بلش مع الألفية الثالثة، هو بقع الضوء. قديش بقع الضوء له جماهيرية اليوم بالشارع السوري؟ طيب هذا العمل كيف بيغيب كذا سنة؟ ليش عم يغيب كذا سنة؟ ما لازم أنا أجيب المسؤولين عن هذا الموضوع وأحكي معهم وناقشهم. صحيح. شو العوائق؟ تعرفي هذا العمل كان حاضنة لأكثر من نجم، سواء بالأداء سواء بالمخرجين. أهم المخرجين الشباب اليوم نعم. طلعوا من بقع الضوء، وأهم النجوم طلعوا من بقع الضوء، وأهم المسلسلات. هل بتعرفي أنه ضيعة ضايعة أساس هذا المسلسل هو لوحة ببقع الضوء، لما هي اللوحة لقيت صدى كتير كبير قام عملوا مسلسل وقيسي على ذلك. أستاذ ملهم يوصل أكيد نتمنى بالسلة الرمضانية القادمة إن شاء الله بال 2022 يكون موجودة بقع الضوء أعمال سورية مثل ما تعودنا عليها من زمان، نشوفها وتكون
سورية عربية وكل العالم أكيد يتابعها. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك سمار، شكرا سالي، كل عام وانتم بخير. الكاست كاملا، الشباب اللي معنا، الكاميرامان، الإخراج، الإعداد، الحقيقة نحن مدينين لهم، كنا برفقة على طول رمضان، صباحنا غير الحقيقة، وإن شاء الله نكون قدمنا للمشاهدين يعني ما يفيد وما يمتع. شكرا لك أستاذ ملهم، كل عام وأنت بخير.